المدن المستقبلية تسعى لتحقيق التكامل العمراني المستدام، وهذا ما نعمل عليه في مشروع المدينة المستقبلية في صلالة، والتي تمتد على مساحة 7 كيلومتر مربع، ومن المتوقع أن تحتوي على حوالي 12 ألف وحدة سكنية بكثافة سكانية تتراوح بين 60 ألف نسمة. يتكون قلب المدينة من مساحات خضراء وحدائق مختلفة الاستخدامات كالحدائق الثقافية والطبيعية والترفيهية وواجهة بحرية تجذب الاستثمارات. تنقسم المدينة إلى 4 مجمعات سكنية رئيسية تتوزع فيها الخدمات بشكل متساوي للسكان، وتتنوع فيها وسائل وطرق النقل المستدامة وتحقق التنقل السهل للسكان. وبالتأكيد إعداد المشروع كان بالتشارك والتكامل مع جميع الفئات والمؤسسات، ونخص بالذكر هنا فئة الشباب، حيث حرصنا بإشراك في مختلف مراحل المشروع من خلال الورش التفاعلية والمشاركة في المعارض والفعاليات لاستقطاب آرائهم ومدخلاتهم لأهميتها في تخطيط المدن المستقبلية ومواكبتها مع متطلبات العصر الحالي والمستقبل.